وكمان ما لي قادر صدق انه فدية ممكن تعمل هيك. انت قلي انا شو اللي اعمله؟ انا كتير محتار، ليش هالشي عم بصير معي؟ لكل ما عم بفكر بهذا الموضوع بحس راسي رح ينفجر يا صهري. انا مالي عارفه شو اعمل، وكل ما بتطلع عليه بزعل كتير وبنقهر من قلبي. شو لازم اعمل يا صهري؟ شو بدي اتصرف؟ انا بعتذر كتير. إن شاء الله كله بيهون. إن شاء الله رحمة.